أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 7 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا بالمغرب. وقالت وزارة الصحة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 153 حالة، وذلك بعد تماثل 7 حالات جديدة للشفاء، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 113 حالة. وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخباري سلبي 6856 حالة، كما سجلت 72 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى 10:00 من صباح اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة المغربية إلى 1617 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين والالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.